بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح مسألة النهارده على البندنج بروسيس، عملية البندنج. طالب مني هنا بيقول لي كالكوليت ذا لينث اوف شيت ريكوير فور ميكينج ذا كومبوننت شون ان ذا فيجر. بيقول لي احسب لي طول الشيت اللازم لعمل هذا الكومبوننت او هذا الجزء من مادة اسمها سي 20 ستيل، السمك بتاعها 3 مللي. طبعا ده حرف يو قدامنا اهو يا جماعة، السمك دي مدولي 3 مللي، الارتفاع الرأسي دي مدولي 50، ده 50 مدولي 50، والارتفاع الرأسي الثاني 50، والارتفاع والطول الأفق ده مدهولي 100، ومديني البند ريديوس هنا ار ب5 ملم، والبند ريديوس هنا نص قطر للحنة ب10 ملم. احسب لي طول الشيت اللازم لعمل هذا المنتج. فهقسم الجزء اللي عندي هنا يا جماعه كام جزء؟ لخمس اجزاء، جزء مستقيم اللي هو ده، والجزء الثاني ربع دايره، وجزء مستقيم كمان، وجزء ربع دايره يعني زاويه 90، وجزء راسي برضو ستريت لاين برضو رقم 5. يبقى في عندي خمس اجزاء، اللي واحد هي نفسها، اللي اثنين، اللي خمسه لا طبعا، لان دي نص القطر هنا كام؟ 10، اما نص القطر هنا 5. فهحسب ال واحد المسافه ليا، هلاقي ال واحد هتساوي ال 50 دي كلها ناقص، افتح قوس، ال 5 ملم زائد السمك، 5 زائد 3 بكام؟ ب 8، يطلع لي بيساوي كام؟ 42 ملم. يبقى دي ال واحد. طب ال 2 ده اللي هو القوس اللي بيمر بالنيوترال اكسس، بنسميه البند الاونس، يبقى ممكن نسميه ال 2 هو البند الاونس الاولاني، لان في بند الاونس تاني هنا، هيساوي قانونه بيساوي الفا الزاويه 90، يبقى 90 درجه، ولازم الفا تكون بالتقدير الدائري، فلازم اضرب في 2 باي واقسم على 360. ده كله مضروب فيها يا شباب في ار نص قطر الحنة اللي هو 5 زائد كي ثابت، هذا الثابت بيساوي 33% اذا كانت الار اقل من 2 تي. هنا الار ب 5 وال 2 تي ب 6، يبقى 5 اقل من 6 يبقى كي بكام؟ ب 33% مضروبه في السجن 3، يطلع الناتج بيساوي ال 2 هيطلع ب 9.42%، 9.42% مليمتر. طب ال 3 اللي هو الجزء الافقي ده عباره عن ال 100 كلها ناقص السمك زائد الار بتساوي 10، ناقص ايه تاني؟ ال 5 وال 3، يبقى نص القطر هنا 5 زائد 3 ب 8، اطرحها من 100، والباقي برضو اطرحه من كام؟ اطرح منه كام؟ 10 زائد 3 السمك، ونص قطر الحنة 10، يبقى ال 3 هتساوي 100 ناقص ايه؟ ناقص ده كله بقى 5 اجمع لها 3 زائد 10 اجمع لها 3، يطلع الناتج بيساوي 79 ملي متر. فاضل ال 4 اللي هو يعتبر البند الاونس هنا زاويه 90، ولكن نصف قطر الحنة بيساوي 10 ملم، يبقى هطبق في القانون بتاع البند الاونس برضو، هنكتبها نعوض البند الاونس رقم 2 اللي هو بيمثل عندي ال 4 هيساوي الفا بكام؟ ب 90 درجه برضو على 180 في باي، هي نفسها 2 بقى تكنوستي، احولها للتقدير ايه؟ الدائري بالريديان، اضرب في ار بكام؟ ب 10 زائد الكي بكام؟ الكي هتبقى بنص، لان الار ب 10 ملم هلاقيها اكبر من ال 2 تي اللي هي 6، 2 تي اللي هي 6، 2 تي 2 في 3 ب 6 يبقى 10 من 6، بالتالي الكي بنص زائد النص مضروب في ايه؟ في السكنس اللي هو 3، يطلع البند الاونس الثاني اللي هو طول القوس بتاع ربع الدايره على النيوترال اكسس، تطلع بكام؟ ب 18.6%، 18.6%. ال 5 بقى اخر بعد عندي عباره عن ال 50 كلها ناقص الكام؟
ال10 وال3 تطلع ب37، يبقى ال 5 اخر بعد عندي عباره عن 50 ماينس افتح قوس اجمع نص القطر 10 زائد 3 يطلع لي 37. بالتالي الطول اللازم هيساوي كام بقى؟ الطول اللازم هيساوي ال كلها تساوي ال 1 زائد ال 2 زائد ال 3 زائد ال 4 زائد ال 5، يعني هتساوي ال 1 ب 42 اجمع عليها ال 2 طلعت ب 9 42 100، اجمع عليها ال 3 اللي طلعت 79 ملم، زائد ال 4 اللي هي البند اللوز الثاني تطلع 18.6 ملم 6 من 100. اخر حاجه ال 4 ال 5 اللي هي 37 ملم، يطلع الناتج الاخير بكام؟ ب 185 و 48 ملم. تمام، اتمنى ان المساله تكون اتفهمت يا جماعه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله، وشكرا.